السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض نشوف برنامج فابريكيشن كاد ام اي بي. ده خاص بان انت بتجهز الشغل بتاعك واللوحة بتاعتك للشغل الحقيقي، يعني ان انت خلاص خلاص التصميم متوافق عليه وكل حاجة، فببدأ ابعت الشغل ده للمصنع، فببدأ اقول له قطع لي الضغطات والبايب والكيبل تري والحاجات دي كلها زي ما هتركب بالظبط، وايه الوساطة اللي هتركب وارقامها ايه، بحيث انها تيجي الموقع جاهزة للتركيب على طول. تمام. فالبرنامج لو انت عايز تطبقه هتدخل على autodesk.com education free software fabrication cad meb، او خش جوجل واكتب fabrication cad meb autodesk. تمام، بس خليك داخل على الادوكيشن، لان الادوكيشن بيديك 3 سنين مجاني. تمام، بحيث ان انت شغال في البيت او شغال في شركه صغيره قوي فما بيهتمش بيك، انما لما تطبق في شركات كبيره بتيجي بقى المصنفات. المهم يعني بتبدأ تختار ايه اللي انت عايز تشغله من هنا، انهي اصدار 2016 17 18 الويندوز، اللغة بتقول له انستول ناو او داونلود ناو زي ما انت عايز. طيب بعد ما تسطب بيجيلك الاوتوكاد، بتحس ان هو اوتوكاد فعلا مفيش اي اضافة فيه، بس لما تدوس هنا هتقول له اوتوكاد هيجيب لك بعض الحاجات الجديدة، كل دول موجودين في الاوتوكاد العادي ما عدا الحاجات اللي بتبدأ بكاد ام اي بي. تمام، كاد ام بي سيكشن، كاد ام بي سبول تولز، تيك اوف، كل الحاجات الخاصه بالكاد ام بي دي حاجات جديده. تمام، وبتلاقي الادوات ديت، الادوات دي بتتغير لما اجي من هنا بختار مثلا، لاحظ ان دي حاجه تكييف لان هو واقف هنا على السبلاي، اقول له مثلا عايز الكتريكال فاير الارم، جاب لي حاجات خاصه بالفاير الارم. طيب هقول له انا عايز مثلا حاجات خاصه بالفاير بروتكشن، يروح جايب لي الحاجات الخاصة بالفاير بروتكشن. طيب خلينا نرجع للسبلاي. تمام، دي الأدوات. طيب لو أنا الحاجات دي مش موجودة عندي، أروح قايل له يوز سيستم، يوز سيستمز، هيختفي. طيب أكتب له يوز سيستم تاني هيروح زرولي. تمام، طيب تقريبا القوائم دي كلها هي موجوده في الاوتوكاد العادي. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز ابدا ارسم دكت، فبيبدا يقول لي طب انت عايز الويدث قد ايه، طب الدبس قد ايه، طب اللينس قد ايه. طب هنا اعمل اللينس اوتو، ممكن اديله فاليو اكتب قيمه معينه لو انا عايز. تمام، ممكن ابدا اشوف الحاجات دي زي ما انا عايز مثلا من اي اتجاه. تمام، بكذا شكل لو انا عايز اتاكد من حاجه معينه. تمام، دي بعض الاشكال اللي انت ممكن تشوفها. تمام، ده كده انت تشوف ايزومتريك باي طريقه من الطرق زي ما انت عايز. تمام، دي بعض الاوبشن تبدا تشوف هيبقى في انستليشن بارت ولا هيبقى في انستليشن يو اي وماشنج، كل الحاجات دي بتبدا تدخل الخصائص بتاعتها. وبعد كده بقول له اوكي وببدا ادخل الضغط بتاعي. تمام، بدوس يبدا يركب. طيب انا عايز ابدا اواصل نحادي، فبقول له من هنا اللي هي 16 16 نحادي نحادي. طب انا عايز اركب كوع، اركب كوع نحادي. لو عايز اوصل تمام. دي الفكره العامه للشغل في البرنامج، وهنشوف بعد كده ازاي نستفاد من الحاجات دي في المستقبل ان شاء الله.